محمد كمال، مساعد مدير مبيعات بمشروع درة البحرين. طبعا احنا مشاركين في المعرض العقاري في سيتي سكيب دبي، مشاركين في مشروع درة البحرين. مشروع البحرين، درة البحرين طبعا يتمثل من جزر اصطناعية فيها عندنا اللي هو الفلل مطلع على البحر مباشرة من مختلف الأحجام، 500 متر مربع، 750 والألف متر والثمانمائة متر مربع. طبعا حاليا اللي جايين نعرضه له 800 متر مربع، والمرحلة القادمة اللي بتكون إن شاء الله مع بداية السنة الجاية اللي هي في المرجان 5 والمرجان 6 إن شاء الله بإذن الله. اغلب الفلل مطلع على البحر، في مرحله منها لسه ما بنيناها اللي هي الكريسنت اريا احنا نسميها، اللي هي المنطقه التجاريه في المشروع. بنبتدي فيها ان شاء الله بعد في السنه القادمه ان شاء الله باذن الله. نشكر تلفزيون حواس على التغطية الإعلامية لمشروعنا، مشروع درة البحرين.